استاذ خالد رندلي طبعا واحد من ابناء النادي، واحد من رموز الحقيقه للنادي الاهلي. الحقيقه سعداء جدا لان الوعود اما بتنفذ خالد بيه الامر بيكون مهم جدا. كل حاجه يمكن شفناها النهارده نفذت في مرحله كانت صعبه جدا، ازمه كورونا، ازمه موارد، امور عديده جدا. يحسب المجلس الاداره الحقيقه النجاح الكبير خلال المرحله اللي فاتت. هو الاهلي اتعود على الصعاب، يعني زي ما مش عايز ارجع بالتاريخ ان كان الدوري واقف وخدنا بطوله افريقيا، فاحنا الحمد لله عملنا اللي احنا وعدنا بيه، ومجلس اداره كان مجلس متكاتف، كابتن الخطيب حط اجنده او برنامج انتخابي، النهارده استعرضنا كل الانجازات اللي عملها، الحمد لله ما فيش حاجه ناقصه، والحاجه اللي هي الاستاد احنا ابتدينا فيه اوريدي، ف يعني الحمد لله ان احنا فخورين بان احنا انجزنا ووعدنا واوفينا، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجماعه العموميه. الفتره اللي فاتت صعوبتها من وجهه نظر خالد بيه كانت ايه؟ صعوبه المرحله الفتره اللي فاتت كان ايه؟ لان الضغط كان كبير والهجوم كان كبير، لكن انكار ذات كبير، ضبط نفسه كان على اعلى مستوى مجلس اداره النادي. بص، هو العالم كله تاثر بالكورونا في الموارد الماليه، احنا عندنا تاثرنا زي اي حد او اي مؤسسه في اي مجال، احنا تاثرنا بالموارد الماليه، ورغم كده شفنا بدائل، عملنا موارد اخرى. يعني عايز اقول لك ان احنا ما فيش حاجه ما طرقناش بابها، واستثمرنا في حاجات جديده، عملنا الثلاث شركات دول عشان زي ما قالوا يبقى كل ما هو اصل من سوق نادي يبقى مورد ربح. فده متهيألي مش سهل انه يحصل الا لما بيكون في مجلس متجانس ومتكامل، وفي عقيده بان احنا لازم نوفي اللي احنا وعدنا بيه ولازم ننجز. ده كلنا اولاد النادي، كلنا بنحب النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله سواء احنا موجودين او اللي هيجي المجلس الثاني يكمل هذه المسيره باذن الله. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد الاستاذ خالد الدرندلي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ومن قبله حاج محمد يوسف، ومن قبله ايضا كمان العميد محمد مرجان على هذه التصريحات. الحقيقه يوم رائع جدا ومميز، هو ده النادي الاهلي، هي دي عائله النادي الاهلي. عندنا امل كبير الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله مع ترشح الكابتن محمود الخطيب، وباذن الله المجموعه اللي تكون معاه باذن الله تكون موفقه المرحله القادمه. النادي الاهلي نادي الوطنيه، ويبقى ويظل النادي الاهلي هو نادي الوطنيه.